الشرط السادس من شروط الصلاة إزالة النجاسة، ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. مانا سرتي جيغابو امور في جولدن سيلو كو ايتوغول صوبي ايتوغول صوبي نون كو ايتوغول صوبي كا تشونتشول ايتوغول صوبي النتان كيون كاجوم ايتوغول صوبي كاجو كادي نوكور اندي جولتاندي. فلو صلى وكان على بدن نجاسة او على ثوب نجاسة او في مكان نجس وهو يقدر على إزالة هذه النجاسة عالما بوجودها فالصلاة باطلة. ستاي نيدو او يمينوكي او جولي او ايتال سوبدين كباندو ماكو او ايتال سوبدين كتشونتشول ماكو ولا او ايتال سوبدين كو جولاتارون تهيمو اندو سوبدين تون او جولي رينون هارندن جولي رون دن دي سيلاتا كو ميريري. لكن لو صلى وهو لا يدري بوجود هذه النجاسة على ثوبه او في المكان، وبعد ان صلى وجد النجاسة في ثوبه، لا إعادة عليه والصلاة صحيحة والله أعلم. كونو نيتو سيتاي ولينو او جولي نو جوتني او اندالي صوبي نكو باندو ماكو ولا كتشنشول ماكو ولا كنوكور كا جولتا دون ها او غايني جولدي دين جولدي دون هراي او فيليتو تاكو جولدي دين نو سيلي هراي.